يقول أحسن الله إليكم: إذا أخذت والدتي إلى السوق ومعها بعض الإخوات الكبار وتركتهم هناك ولم أنزل معهم، إنما أواعدهم ساعة معينة ثم أعود لهم، علما بأن السوق يوجد به الكثير من النساء. السؤال: هل علي في ذلك شيء؟ إذا كان السوق ما فيه محذور، إذا كان السوق نزيها ولا فيه محذور ما عليك شيء، أما إذا كان السوق سوق فتنة وسوق شر فلا تذهب بنسائك إليه، لأنك يعني تكون أنت الآثم إذا ذهبت بهن. الأسواق تختلف، الأسواق التي ما فيها فتنة ولا فيها شر هذه لا بأس، أما الأسواق التي معروفة بالفتنة ومعروفة بالمغازلات ومعروفة بالمظاهر السيئة والاختلاط هذه لا تذهب إليها ولا تذهب بنسائك إليها، ولا تطع نسائك إذا قلنا اذهب بنا إليها لا تطعهن. نعم.